كما نشاهد تمريرة على المقاس ناحية بالقاسمي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة مع هذه اللقطة التي كانت سانحة لشباب قسنطينة والذي كان قريبا من فتح مجال التهديف في الدقائق الأولى. ثم بالعيادة مرة أخرى بالرأس تصل لعبيد في وضعية جيدة. فرصة لعبيد ولشباب قسنطينة لفتح مجال التهديف. ثالث أخطر أو ثاني أخطر فرصة من جانب شباب قسنطينة هذه المرة عن طريق عبيد كان في وضعية جيدة وصلت الكرة من رفيقه من بالقاسمي روض الكرة والتمريرة والتسديدة كانت ممتازة. ترجع مرة أخرى لعناصر شباب الوداد في وسط الميدان. الانطلاقة بعد ترجع شباب الوداد برنان هل سيسد بالفعل برنان ممتازة التسديدة هذه والحارس رحماني بصعوبة أول تسديدة من جانب عناصر فريق شباب الوجداد هاون أمامنا اللقطة والتسديدة والتصويبة الارتكاز على اليسرى والتسديدة باليمنى قوية جدا ورحماني شمس الدين يتألق في إبعادها إلى الركنية أول كرة وأول خطورة من جانب فريق شباب الوجداد الكرة إلى الركنية الكرة يتركها بالخير لصالحي يرفعها رأسي يتمنى المدافع والهدف الأول والهدف الأول من بالقاسمي يتمكن من فتح مجال التهديف بعد خطأ في المراقبة ومن كرة ثابتة تصل لبالقاسمي وفرحة بالقاسمي بتسجيل الهدف الأول لفريقه وفتح مجال التهديف قبل نهاية المرحلة الأولى بعشر دقائق بالقاسمي يسجل الهدف الوحيد في محاولة ممتازة ما فيش وضعية تسجيل ربما الهدف الثاني يتعلق في صد هذه الكرة من أمام كاكاو بيغا بعد تمريرة رائعة كاكاو بيغا ينفرد وجه لوجه بالحارس مزيان سنشاهد في وضعية جيدة ضرب الكرة بالقوة اللازمة والمطلوبة راي يوزع الكرة ناحية رفيقه يلحق عليها بالقاسمي سريع جدا يدخل تحت العملية بالقاسمي ممتازة من القاسم وتألق الحارس وعودة موفقة للدفاع في الأخير من أجل التغطية من الساخ أمام صالحي وغا والتوزيع في القائم التالي الرأسية ورحماني بصعوبة إلى الركنية وكانت له فرص لتعديل النتيجة ثم الانطلاقة هذه اللقطة خطيرة وتدخل الدفاع التمريرة من بالقاسمي قام بالعمل ولكن تفطن المدافع شباب الوجداد هو الذي أبعد الكرة قبل أن تصل لكاكاو بيغا ما فيش لعيب تسلل التسديدة القوية وفرصة أمام شباب الوجداد الحكم يقول فيه خطأ يقول فيه لمس الكرة باليد قبل التسديدة هل ستكون مباشرة صوب المرمى ممتازة هدف التعادل من جرار كرة مرتدة من الحارس الحماني شمس الدين في انتظارها جرار يتمكن العادل من تعديل النتيجة وفرحة كبيرة لأنصار شباب بالوجداد بمدرجات ملعب الشهيد العملاوي من كرة ثابتة منفذة بدقة متناهية بشو يتألق الحارس الحماني المتابعة من جرار عادل وهدف التعديل كان منتظرا بالقاسمي نعم بالفعل بالقاسمي وراء كل المحاولات الهجومية الخطيرة تنفذ الركنية بسرعة تبقى لشباب قسنطينة الكرة ومزيان الياس يتألق